تعملي ايه؟ لو ربنا بعتك رزق من واسع. انا ما عزاش من الدنيا غير ان افضل تحت رجليك. خليني جارك يا سيدنا. يا ريت امري بيدي. لا يا سيدنا، سكت عليك النبي ما تسيبني، وحيات ميتينك. سيب الميتين في حالهم واعمل اللي حقولك عليه. حاضر. تقعد عند العمدة ليكش تلف تلقاك وراي. يلا طوري. الاسم حسن عبد العزيز إبراهيم، المهنة مهندس راعي، محل الميلاد المنظرة منفلوط، الشيخ خلف مهندس. بورع، هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ انا خلاص معرفش افكر. دينا جربنا الدكاترة والمشايخ كمان، خربت ايه؟ مش فاهم انا دي. اخدها واسافر المغرب يا اخويا، بيقولوا المغرب. ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ الله، ما كفناش احنا المصايب دي؟ يعني عايزني البت تروح من ايدي؟ مصيبة ولا اكبر من كده؟ الشيخ ده اللي اسمه خلف. يوه، احنا مش عايزين نسمع سيرة دي تاني. مش تعرفي بس الاول ايه اللي حصل؟ قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ هو انت كمان قعدت تتكلم معاه بدل ما تروح تقتله؟ هيقولوا ان فيه كنز وذهب كتير. ذهب؟ عمور المركز هيؤكد لي ان الراجل ده سره باتع، وانه هو وايه يعني كمان؟ لا مفيش. ما تكمل يا اخويا. كمل اقول ايه؟ ما انت عارفه كل حاجه، عارفه ظروفي. انا جربت السجن. شوف بقول لك يا حسن، الشيخ خلف عاوز اتجوز بنتك. نعم، اهو ده اللي كان ناقص. انت برعي؟ مستحيل تكون اخويا عايز تضحي ببنتي عشان كنز يا عالم موجود ولا لا؟ لا انا ما قلتش كده. انا كل اللي جه في راسي اني اسميه. ايه ماتت؟ عايز تدفنها بالحياه مع راجل زي ده؟ ما يمكن يكون ده علاجها. علاجها انك تدفنها بالحياه؟ لا، انت جبت اخرها. انا هاخد بنتي واطلع بيها على مصر وهوديها احسن مصحه هناك. استني بس، مالك فيك ايه؟ مش يمكن يكون شفاها على يد الراجل ده؟ انت مش لسه من شويه قلت كنت انت عاوزه توديها المغرب؟ بعدين ممكن يكون الراجل ده مسها وكده تبقى مرته. لا، انا مش قادره اصدق الكلام اللي بيتقال ده. انا قربت اتجنن. يا رب اللي بيحصل لنا ده، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، مش قادر استحمل. مالها البنت دي؟ صمت بالحصن الذي أسسه الله، سوره لا إله إلا الله.
بابه محمد رسول الله، مفتاحه لا حول ولا قوة إلا بالله، من أراد لي سوءا أخذله الله همسا همسا، لمسا لمسا، لموسا لموسا، مأمونا مأمونا. أنا الأسد، سهمي نفد منه المدد، لا أبالي من أحد، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إن جاءوني فردهم، وإن بغوا علي فهدهم، فإنك أنت الله ربي وربهم ورب الخلائق كلهم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا رب. Thank you.
ميت آه يا دنيا وآه يا دنيا وآه. سمعت صوتا هاتفا في الصحراء نادى من الغيب غفاة البشر، هب املأوا كأس المنى قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر. محمد يا حبيب سيدي، يا سيدي محمد يا حبيب سيدي، يا سيدي محمد يا حبيب. حبك بقلبي يا راسي شرفي وعزي ونبراسي، حبك بقلبي راسي شرفي وعزي ونبراسي. رافعنا عليك على راسي شنب من آثار وأحباب، طالب بركة شنب من آثار وأحباب. يشهد لي فعل أصحابه، يشهد لي فعل أصحابه، التمسوا بركة من خير. قلب فين امه؟ متلقح فوق. طبعا ما لقيتوش حاجه، مش هتلاقوا. خليه يلعب بينا، يشوطنا يمين وشمال زي ما هو عاوز. يبعتك في انصاص الليل يدور على الكيدز
وهو هنا ياكل ويشرب ويستحمى ويهيص، والنبي هيلاقي ناس هبلة زينا فين يوديها ويجيبها زي ما هو عاوز. وكل ده عشان ايه؟ عمى عينيك بالذهب اللي مش هتلاقيه، سد ودانك بالكنز، خلاك ترمي ضنايا تحت رجليه استكشرفك. حسن اقتلي. اسمع يا عاد، انا كنت اعرف مشايخ ولا صحرة؟ انتوا بدك جرجرتوني وراكم، انت قعدت تتحايل علي عشان اجيبه. لو عاوزاني اقتله دلوقتي اطلع اقتله. وتطلع ليه؟ انا نزلت اهو. اسمع عشان قرد انت. شيخ قرد؟ انا ما نمتش من امبارح، وعك تفكر ان انت هتنص من يدي. انت مش ورطني وراك ولا صابر عليك، لكن ورحمة أمي. ألف رحمة ونور عليها. أنا بقول ورحمة أمي، ما يكفيني فيك موتك لو أنت هتتلعب. موت إيه عاد؟ تعال افطر معايا، أنا ميت من الجوع. تلاقيك أنت كمان ما أكلتش من إمبارح. عبدو. أيوة يا سيدنا. عملت السليقة اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا سيدنا. اجيبها؟ لا، دي للعروسة وانا هوكلها لها بيدي. زودت البصل والثوم زي ما قلت لك. ايه؟ سيبها على نار هادية تاخد لها غلوة على مفطر. حاضر. وعلى الغدا اعمل لنا حمام زي دي، وبط ورز ومحشي وموزة وفطير وذكر بح. حاضر. من فين النابت اللي ما كنتش غيره انت بيت العمدة جناب السلطان؟ سمي ومدي يدك. والحمام والبح والمحشي والسرسوم والحاجات دي كلها ليه؟ للعروسة. جونت في الجبل. يا ترى هنعمل متر انفاق ولا ايه يا باشمهندس؟ مطلتم يا باشمهندس قرد ولا حسن؟ مش اسمك برضو حسن عبد العزيز ابراهيم؟ اياك تفتح الباب ده. عارف ليه؟ عشان حسن مات. مات. واياك تجيب سيرته تاني. ليه؟ ضيع لفين؟ طلعت من باب البلة دي، مش يبقى حسن بس اللي مات، انت كمان هتموت. الغفر كلهم واخدين اوامر، لو شافوك بصيت من شباك ولا باب هيقتلوك. انت هتقعد محبوس في البلة دي لحد ما تجيب اخرك او تكون اخرك. وانت تفتكر ان العفاريت والجن بتوعك دول هيفلتوك من يدي؟ انت اللي عملته فيها الشيخ خلف حدش عمله. انا مش عارف كيف طوعتك. طمعك. اكحت يا ابو راعي، اكحت. هتطلع الدهب، دهب هيزغلل عينيك ويزلزل عقلك ويعصر قلبك ويخطف روحك. وردم، بس قبل ما تردم اتأكد هتردم على ايه.
لأن الذهب اللي هتطلعه من الأرض تيجي تروح، وربنا وحده اللي يعلم هتكون روح مين. السليقة يا عبدو. أموت وأعرف جلابية تلبسها كيف. ترصي وخلاص، اديني انا اللي حرص. قوم هيودي الزيارة دي يا حاج. أنا والحاجة طبعا. وهيديك نفس قطعته بالبرعي بعد اللي عمله. إحنا ما هنزورش برعي، إحنا رايحين نزور الشيخ خلف. الأصول أصول. أيوه أمال، مش عريس عاد؟ ده جواز على سنة الله ورسوله، الراجل ما يعبوش حاجة. أيوه، بعد ما عمل عملته كان لازم يتجوزها. أهو الكلام الماسخ ده ما يلزمنيش. الشيخ خلف له دين في رقبتي. ما قلناش حاجة يا حاج، بس كنت عاوز أقول يعني كيف برعي بعد ما ولع في القصب يجوز بنت أخته؟ أنا عدني شط يا حاج، الراجل كان في بيتك ملاك، خط عطبة سراية برعي، قال عليه اللي اتقال. إحنا خدنا من الشيخ خلف خيره، وبرعي ياخد منه اللي يرضيه. اللي هيعمل خير هيلقاه خير، واللي هيعمل شر هيلقاه شر، كل حي ياخد نصيبه. ولا ايه يا رجاله؟ ربنا يفتح عليك يا حاج ويزيدك من فضله. رايحه فين يا بيت؟ جايه معاكم يا حاج عشان ادخل الزيارة. ربنا سبحانه وتعالى أنعم على سيدنا سليمان بنعم كتير ملهاش حصر، الجن، الطير، الريح كانت خاضعة ليه، بس زي ما ربنا اداه ربنا ابتلاه بمرض شديد احتار فيه العلماء والحكماء والجان، والطير سافرت لآخر الأرض تجيب كل الأعشاب من كل صنف ولون، بس المرض يتمكن منه. سيدنا سليمان عمل إيه؟ لسانه ما بطلش يذكر ربنا ويطلب الشفاء منه. ربنا استجاب لدعاه وانتهى الامتحان. بعد ما توكد إن كل ملك كل عظمته كل جاه ما تقدرش تجيب له الشفاء إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد. ربنا بس هو الشافي. عايزين ايه؟ معاهم زيارة لسيدنا والست الصغيرة. زيارة؟ زيارة ليه؟ للعرسان يا ست هانم.
عرسان روحي قولي سيدك برع يقابلهم. سيدي خرج من مدة يا ست هاني. روحي قولي لهم انه خرج من مدة. قالوا جايين للشيخ خلف. روحي قولي لهم العرسان نايمين في شهر العسل، خرجوا ماتوا، خلصينا بقى. بلا عمدة العرسان نايمين في العسل يا بلا عمدة. تحشم يا بنت. مالها هي يا حجة؟ العيب على اللي جاريها. وريني سيدك يا بنت ان العمدة جه عشان يشوف الشيخ خلف. ولو الشيخ خلف اللي يموت راح تاني انا ما كنتش عتبت هنا. يلا بينا يا حجة. بس البنت شربتها هتحط لثباتك. يلا يا حجة ما انا قلت قيمك. يا ساتر ايه الحكايه يعني؟ يلا هنقعد نحفر كده لغايه اما الجبل يتهد علينا. هو عايز يدفننا هنا ولا ايه؟ اصبر اصبر شويه يا عماد بيه اصبر. يا عم انا جبت اخري دي شكلها نصبايه.
انا الفجر يقول الله اكبر من هنا وبراءه. المركز يضرب يقلب بقاله اسبوع، ولو جيت تفتيش من المديريه انا هتسوح. تفتيش ايه بس اللي بتقول عليه ده؟ امال انا هعمل ايه؟ ضغطت عليه اختي عشان اتجوزه بنتها. طب طلعت بالله العظيم ما هيكفيني فيه غير موته. المنين المنكوب ده يا عم؟ كل مشكله وليها حلال. ما قداميش غير حل واحد، اقتله واقتل نفسي. كلبشات مستنياني في مصر يا حماد بيه. تصلك ما تعرفش حاجه. كلبشات؟ لو على ايه؟ نحفر احسن. احفر يا ابني احفر. احفر. بوس رجلك، اهدى لنا شوية يا برعي بيه. ما تلمش علينا العقارب والتعبيبة، احنا مش حمل لدغة تاني. كفاية اللي عملوا فينا سخالة. احفر يا عم احفر احفر. استنى ولا حركة، اطلع. Thank you.
يا عم بيه. بركتك يا شيخ خلف، بركتك يا شيخ خلف، بركتك. شفت هادي في الزغنوط؟ يا ولد يا احمد بيه، يا احمد بيه. الخلطه مالها صايصه كده؟ همل اللي في يدك هجومي هاتي ربطتين بقدونس. حاضر يا حاجه. مالك يا بنت كمشانه في نفسك كده؟ قومي يلا. حاضر هقوم. اكتم يا بنت منك ليها. يا عم الحاج، يا عم الحاج، شايف عربيه برع بيه جايه على هبه. اللي جايبه ده يا حاج؟ ليه عيني اجي بعد كل اللي عمله؟ الناس دي ما بينجريش في عروقهم دم، لا ميه ساقعه. معلش يمكن جاي يستسمحك. اللي يعرف العيب ما يعملوش، لكن دي ناس ما تعرفش العيب. السلام عليكم. السلام عليكم يا عمدتنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا جاي مرسال من الشيخ خلف. خير إن شاء الله. الشيخ خلف مشي عايش شربات. عايش شربات؟ ليه؟ ما أعرفش. طب تفضل أنت. تعالي هنا يا بنت. نعم يا حاج. عايزك فيه الشيخ خلف؟ والله العظيم ما أعرف يا حاج. والله ما اعرف يا حاج. طب امشي الجار من قدامي، امشي. سيبها تروح له يا حاج. خبطت في راسك يا حاجه؟ البت ممسوسه وربنا شافي، وزي ما خبط على بابنا قبل كده سايق عليك النبي خليها تروح له. الله اكبر، الله اكبر. البلد كلها ركبتها العفاريت، لا حول ولا قوه الا بالله. لا طبعا. امال انا يعني هضحك عليك؟ انا ما شفتش غير حته واحده. لا لا، ناس جديده خالص. ايوه انا هروح لهم دلوقتي. إيه؟ لا انا مش عارف اصل الحاجات دي ازاي. اوكي اوكي. عشرة مليون بس ده اللي عرفت اجيبه. عندك مشتري تاني؟ لا لا لا، ده كده فل. انا كنت احلم. ادخل تعال. امال فين سيدنا؟ جاي. اقعدي اقعدي. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم،
نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. كافة يا عين صوت. مامي يا مامي، مالك ياسمين؟ في ايه يا حبيبتي؟ مالك يا مامي؟ ايه في حد جوه؟ تعالي ما فهم. السيد دخل حد عليا، انتوا ايه؟ جرالكوا ايه؟ يا بنتي اهدي، انا هفهمك على كل حاجه. تعالي يا حبيبتي على قول. تعالي يا حبيبتي، تعالي، ربنا يهديكي. اهلا 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 يا باشا، شرفتنا. اهلا بيك يا عمر. عماد بيت قرشي شريكي. اهلا وسهلا يا عماد بيت. اهلا بيك، شرفنا. تفضل تفضل. تفضل يا عمر. تفضل تفضل عماد بيت. تفضل تفضل يا عمر. تفضل يا باشا. تفضل. ادخلي. احب على يدك يا سيد. استغفر الله والنبي، اديني بس فرصه استبارك بيها. هاني بيه منتظر جنابك تحت. وشربات. وشربات منتظر جنابك تحت. اتفضل اتفضل يا بهولنا. اتفضل اتفضل يا سيد الناس. مفيش حاجة تاني كده شفتها جنب دول في الزرنوج نستبارك بيها بس والله. اهلا اهلا يا سيد الناس. اهلا. اتفضل يا سيد الناس. اتفضل يا سيد الناس. اتفضل. جدع الاسم هذا اللي تحت ده جدع طماع حبتين. هو حب يلفلف عليا، قلت له لا، مولانا ده متجوز بنت اخت تاني. اذا ظهر حاجه كده قدامك في الزرنوج يبقى فضفض معايا. الناس دول يا جماعه كانوا فعلا مدهشين. انا قربت اصدق خلاص ان هما فعلا كانوا جايين من الفضاء. والله عندك حق يا استاذ. الشيخ خلف. اهلا يا مولانا. اتفضل يا سيدنا. اتفضل سيدنا. استغفر الله. اقعد. ده بقى بعد اللي سمعته من عماد بيه، بجد بجد انت مكشوف عنك الحجاب. ويا ريت يا ريت نشوف الفلوس. اجل. اه طبعا نشوف الفلوس بعد الشغل، نتعرف على بعض. اهلا وسهلا. من مين؟ من دجال؟ دجال ايه يا ياسمين؟ ده ولي من الاولياء وكمان مهندس. ده فتح كنز الخالق يسوى ملايين. عارفة يعني ايه ملايين يا ياسمين؟ يعني ايه وهبابات؟ انتوا مفيش في دماغكم غير الفلوس؟ مش حاسين بالمصيبة اللي انتوا عملتوها؟ لو مسميها مصيبة يا ياسمين يبقى لازم افهمك كل حاجة. انت يا بنتي مش عارفة انت كنت في انهي حالة. مش عارفة كنت بتعملي ايه في نفسك. اهدي يا ياسمين كده وافهمي. الراجل ده من يوم ما اتجوزك والحمد لله رجعتي احسن من الاول. انت كنت عاوزاني اعمل ايه يا بنتي؟ انت بتعري في لحمك وبتقطعي في هدومك وعايزه تمشي في الشوارع عريانه. والله عايزه تفهميني انك كنت خايفه عليا وبس، على سلامتي وبس. ما كنتيش طمعانه في الكنز اللي فتحه لكم. الدجال ده لازم يطلقني وحالا. انا مش قادره اتصور ان واحد بالبشاعه دي ممكن يشوف لحم.
الدجال ده يتجوزني انا؟ والله لو انطبقت السما على الارض ما هيحصل. اقعدي اقعدي. اتفضل يا مولانا. استني يا بنت. اوعي كتفك مني. هو فين؟ اطلعي اوضتك. ما تنجلهوش الا بامري. اطلعي. معلش يا سيدنا والنبي ما تزعل منها، دي لسه عيله صغيره مش فاهمه حاجه. اطلعي. حاضر حقك علينا. يلا يا بنتي اطلعي. اهدى يا مولانا كده امال. طب المدام مراتك امال مين الهانم؟ خد حاجتك وتوكل على الله. ارجع مطرحك واقعدي لحد ما تاخدي حقك. ليه مولانا اوفر كده؟ انا في حياتي ما شفت مشايخ بالطريقه دي. هما مش بيقولوا كل شيخ له طريقه ولا ايه؟ تشربيها يا باشا. تشكر يا عمده. انا انضرب من واحد زي ده وانتوا واقفين تتفرجوا؟ انا اكيد بحر. لا ده كابوس. اهدي يا ياسمين يا بنتي، حرام عليك. اخرج بره. قولي لي يا ماما يخرج بره. انت عارف انت لو ما خرجتش من هنا انا هرتكب في الجنايه. لو قربت مني انا هموت نفسي. الحمد لله على السلامة. انت طالب. شاكرين يا عمده على حسن الضيافه. شرفتني. شرفت. الله يخليك. اشوفك على خير. مع السلامة. مع السلامة. اه ما تنساش تتصل. طبعا طبعا يا باشا طبعا. سلام. مع السلامة. استنى يا شيخ خالد. استنى الله يخليك. البنت لسه صغيره ومش فاهمه حاجه. ايه في ايه؟ الشيخ خلف طلق ياسمين وعاوز يمشي ويسيبنا يا اخويا. تمشي تمشي كيف يا سيدنا؟ والله ما انت ماشي من هنا. سيبنا عجلها. البنت لسه صغيره ما فهمش حاجه. ده لولاك كان زمانها دلوقتي في البستان. طلقتها كيف بس؟ طيب اسيبكم بقى تحلوا مشاكلكم العائليه واشوف وشك بخير يا شيخ خلف. عماد بيه خير؟ طاهر فلوسك عشان ربنا يديك خيرها ويزيع عنك شرها. طيب قول لي اعمل ايه واللي انت هتقول عليه انا هنفذه. خد اللي محتاجه والباقي اتكفل بيه تامه. اصرف عليهم رعاهم لحد ما يشد عودهم. حاضر يا شيخ حاضر. وابقى ادعيلنا. انا ما عايزاش الفلوس دي. أنا جيت عشان أشوفك أنت يا سيد. ربنا يزيدك من عنده. الغنى غنى النفس. تفضلي. كده وصل لك المؤخر والمجد. حسابنا كده اتقفل. اوعي تفوتي فرض. كل ليلة تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام. ووعي تعدي برجليك مكان نجس.
مش هقول لك تاخد اللي محتاج، لاني مال قارون ما يملاش عينيك. سمعتني يا برعي؟ الأرض كلها تحت رجليه ترفسوه، وانتي هاتي دي بنتك شوفي لك حل معاها، لازم ترجع له. وعليه راوت. هو انا كنت تعبانه ازاي يا ماما؟ انت مش فاكره اي حاجه من اللي كانت بتحصل لك يا بنتي؟ فاكره حاجات زي ما تكون كوابيس احلام، والشيخ خلف هو اللي عالجني. ايوه. اتجوزني ليه؟ انت اصلك يا بنتي لما كانت بتجيلك الحاله الله لا يعيدها عليك يا رب، كان حالك بيبقى حال، هو اشترط يتجوزك عشان يعالج، بس كان كل همين انك تتعالجي. بعدين ده شرع الله يا بنتي. عشان يعالجني ولا عشان دهب وفلوس؟ انتي مش عايزة الشيخ خلف يرجع؟ انا هرجع. بجد هترجعي؟ طبعا هرجع. استني يا سيدي، استني يا بنتي، استني يا ماما رجعي معاكي. مش عاجب ولا ايه؟ انت امبارح حتى ما دقتوش. دكتور ما عجبنيش. ليه؟ ناقص شاي ولا ناقص سكر؟ ناقص الرضا. رضا؟ ونحطه لك ازاي بقى الرضا ده في الشاي؟ انت حكايتك ايه بالظبط وعايز ايه؟ اللي عايزه قلته. الخمسين جنيه بتاعتك بكره ولا بعده تبقى عندك. عندك بياتة ليا؟ بياتة عندي. تقدر تدفع؟ أدفع. الليلة ب30. موافق. و60 تأمين. موافق. ماشي. هعمل لك الشاي بالرضا.
ده حتة راجل. في ايه؟ كل ده عوقتي ليه؟ ايه اللي حصل؟ الراجل ده مش سهل. ليه؟ ظهر منه حاجة؟ جيت اجرجره ولقيته هو اللي بيجرجرني. قالك ايه؟ طلب مني اشوف له بياتا. قصده؟ ما تعرفلوش قصد، بس شكله دافيان قوي وعامله. شو قلتلكم؟ وده هنخليه يبرز الفلوس اللي معاه ازاي؟ تعملوا اللي تعملوه، انما قالتلي لا. ما تولي، انا بقولك هو قالتلي لا. ويدين النبي، الراجل ده لو جرى له حاجه لاكون مبلغ عنكم الحكومه. وانت بقى من انهي بلد؟ شكل لغوتك صعيدي. ايوه. خد سيجاره. ما نتكيفش منه. معاك حاجه؟ حاجتين. ولا اعرف سكته. انا اعرف. عشرين جنيه كفايه؟ 20 جنيه يا ابن والدي، دي ما تجيبش سلخ. اه طيب. تسلم يدك. وصباح تستنى على فلوسها لبكره. وماله تستنى، احنا خلاص بقينا اهل. حضر انتوا بس القعده لحد ما ناكل. فريرة. اه. اللي قلت لي اسمك كريم ايه؟ خلف. خلف الله. يا صباح، مش هتاج تاكل معانا؟ تسمع الكلمتين دول وتربط عليهم، عقلك يكون قالك ان صباح ليها في الخبص ولا احنا لا مؤاخذه يعني. الوكل ماله، مال الكلام اللي ملهوش لازمه ده. احنا في العيش والملح. العيش والملح والجيره. الديره. الديره. صدق عندك حق، انا هروح عند الاله تيجي تاكل معانا. بركاتك يا شيخ خلف. بس ما تشربيش، خلاص خلاص. احنا نقعد نتكرفش ونهيص مع بعض؟ هو احنا كل يوم بنسهر سهره حلوه زي دي؟ تعالي يلا. بركاتك يا شيخ خالد.
عارف انا اتجوزت ابو شيماء شهرين وحبلت. الدكتور قال لي نامي على ظهرك وطلب منه ما يقربليش. طفش فضلت مرميه عند امي لحد ما جبت البيت وحصل لها اللي حصل. جه شاف رجليها وطلقني. كرهت الرجاله كلها. لكن انت لا، انا كنت عايزه اموتك بس حبيتك. ما كنتش عايزه احبك بس انا بحبك. انت عملت فيا ايه؟ أنا عمري ما حصلت كده. يلا يلا أوصلك. تعالي تعالي. أنت فيك إيه؟ تعالي بس. تعالى هنا. لا لا بلاش هنا، البت نايمة هنا. تعالى في الأوضة التانية. هو أنا اللي دايخة ولا أنت اللي دايخ؟ معلش معلش. هي دي الأوضة. ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ايه يا عم في ايه؟ عمالة فينا سطلنا وقلبنا وهبا هبا هبقى مين؟ ده انا هجيبه لو في بطن ام ودن الحوت. هقتله لو في بطن الحوت هقتله. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش جدك واحدة واحدة. أم أم أنا وقفت. أم 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. جرد الماء بسرعة بسرعة. بسم الله
القبر ده مدفون فيه ولي من اولياء الله الصالحين. دورة الميه دي لازم تتهد. تتهد؟ الميه دي مشت اذت سيدنا وجت في بيتك. كل يوم ترش قبره بمية الورد وتقري له الفاتحة على كد ما تقدري. أبوس رجلك، أبوس رجلك يا مولانا، ما تسيبنيش، سامحني واعف عني، أنا عمية، أبوس رجلك، بنتي وقفت على إيدك، اعتبرني خدامة تحت رجليك، وحياتك وحياة الغاليين، ومهام السيدة نفيسة ما أنت سايبني. اقبل توبتنا. أبوس رجلك يا مولانا. اقبل توبتنا وسامحنا يا سيدنا. ربنا بس اللي يقبل التوبة مش عبده. يا سيدنا أنا وبنتي أهو، عاوزنا نقعد معاك هنا، نقعد نروح معاك آخر الدنيا نروح، بس ما تسيبناش. محدش يفتح باب الاوضه الا لما افتحه، ومحدش يكلمني ولا يسالني. عمرك يا سيدنا. بسم الله. حافظه قل هو الله احد؟ حافظها بس بتلخبط فيها. طب قولي. قل هو الله احد. ها؟ بعد كده حاولي حاولي. ها؟ انا عارفاها. قل هو الله احد. قل هو الله احد. قل هو الله احد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد. لم يلد. ولم يولد. ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. يحفظك ربنا. ما تقفيش على رجليك لا تتعوج، اصبري لما نركب الجهاز. طب ما انا بعرف اقف اهو. هتسمعي الكلام ولا اقول لسيدنا؟ خلاص هسمع. صباح الخير. صباح الخير يا سيدي. ايه؟ حفظت سورة الفلق؟ حفظتها بس بتلخبط فيها. قولي وانا هقول معاكي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ربنا يحفظ. ومن شر النفاثات في العقد. Mm-hmm.
تتعبش تاني. لا 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 يا حبيبتي ما تقوليش كده، ده انت هتمشي وهتجري كمان. طب ما انت امي زعل. لا امك مش زعلانه ولا حاجه، امك فرحانه، احنا كلنا فرحانين. بص عمك متولي فرحان ازاي. خبط عليه. صباح 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 صباح. اقعدي امال اقعدي لحسن يخرج وما يرجعش. ده ما كلش لقمه من صباحيه ربنا، اخر لقمه دخل الجوف امبارح بالليل زي دلوقتي. هو لما عاوز هيطلب. خش نام يا صباح. مش هخش انام يا اخويا، انا هخش اجيب فرشتي واجي انام هنا على عتبه بابه. ويلا بقى مع السلامه، تصبحوا بالخير انتوا الاثنين كده يعني. يلا صباح الخير يا صباح. طب من اهل اقول لك نميله تحت عقب الباب هنا يا صباح. يلا يا اخوي. يلا زينهم. مع السلامه. صباح. 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 قومي نامي. الناس روح الفرش. طيب طب خلاص خليك قاعد، انا ما اكلتش حاجه من امبارح، اقعد ناكل سوا. عندك ايه؟ عندي الخير كله، خمس دقايق والاكل يكون جاهز.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة. يلا بينا عبد الرحمن. ما تحكي لنا حكايتك. خلاص احنا نتغدى واحكي لكم حكاية ثانية، اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا. كتر خيرك، فعلا الأولاد بقت حالتهم المعنوية أحسن كتير. معلش يا دكتور بقى هنتقل عليكم النهاردة. طمنتي على الأولاد وعلى حسن؟ أنا ماشية في سكته، يمكن يكون هو سابقني، بس أكيد هنتقابل. حكايته دي بجد غريبة جدا. تستغرب يا دكتور لو قلت لك إن أنا كل يوم بحبه أكتر من الأول. والله أنا ما بقيت عارف مين العيان ومين الدكتور. وأنا أول مرة أتعرض لموقف مؤثر زي ده، باين عليه راجل طيب أوي مش وش بهدلة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. جدك على المسند وصيلي. وصيلي. هوبا. بصي. بصي. بسم الله. خير؟ قريب قريب ان شاء الله.
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى عليها. وانا كمان اروح عند الباب وتجيلي واحده واحده. ها الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واحده واحده الله اكبر الله اكبر. هيوجعك؟ هو شوية يعني. لما تتعود عليه مش هيوجعك. المهم إن هو ركبولي وهو مش مصدق. مبروك يا شيمو. زنهم. سيب اللي في يدك وروح هات المأذون. مأذون لمين؟ انت مش كنت عايزه تتجوزيني؟ صح كده. Oh.
دكتور؟ للأسف في مشكلة، الجنين وضعه مقلوب، نازل برجليه، وهتحتاج عملية قيصرية، وهي قلبها ضعيف جدا مش هتستحمل بنك. يعني إيه؟ بنتي هتروح مني؟ محدش قال كده، إحنا إدينا لها مضاد للتقلصات عشان نأخر الولادة يوم ولا اتنين، لغاية لما نشوف طريقة نرفع بيها كفاءة القلب، وإن شاء الله خير، بس أنت دايلة. سلام. ابننا هنربي سوا مش كده؟ هسميه عبد الرحمن عشانك. عبد الرحمن حطوني خلص. دكتور ايه ده؟ انت مين؟ وازاي تخش المكتب ده من غير استئذان؟ معلش انا خلف الله جوز ياسمين الحقوها تولد حالا. ما ينفعش نولدها، قلبها ضعيف ما يستحملش ولاده قيصريه. مين قال انها محتاجه قيصريه؟ ياسمين هتولد طبيعي. يا حاج ابنك نازل مقلوب، السونار بيقول ان ابنك نازل. اعملوا لها سونار تاني عشان تتاكدوا من كلامي. يلا يا دكتور يلا تعالوا اتاكدوا من كلامي. احنا لسه شايفينها، ما ينفعش حاجه اللي بتقوله دوت. عشان خاطر الحقوها. معلش يا دكتور نشوفها ومرنا لله. ماشي يلا بينا. الجنينة تعادل وضعه، يبقى لازم نحضرها للولادة فورا. يلا بسرعة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ادعي لها. يا رب. والله خايف لأفرح تقلبيها غم، علمت قلبي خاف من الفرحة ما بفرح، وانا اللي فاكرني قال اني حافظها صم. اجي اسرق الضحكه اضحك ليه وكيف معرفش. خير يا دكتور؟ الف مبروك، جابت لكم ولد زي القمر، ربنا يبارك لكم. بنتي يا دكتور. هي في الافاقه دلوقتي وشويه تطلع الاوضه بتاعتها، الممرضه هتجيب لك المولود تطمني عليه قبل ما توديه حضن. حمدك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا من انت كريم.
حبيبي. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. قمر، ايه الحلاوة دي؟ أمال بابا فين؟ بابا قاعد أهو. طب هاتي يا مدام، لازم يروح الحضانة دلوقتي. بنتي عامله ايه؟ شفتيها؟ هروح ابص عليها ان شاء الله من بعيد. والله كويسه، ده انكتب لها عمر جديد. يا رب. يا حبيبتي الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. رجاء يا رب. كريم يا رب. الحمد لله. وإن النفس تغري بالمعاصي إذا راقبت مع الجهل الشباب، شفاعتك الرحيمة أرتجيها، فإن تمن أمنت بها العذاب. يحب الله أن يعفو، فإن لم أسئ أغلقت الغفران باب. يا رسول الله،
يا خير خلق الله يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. الله 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 الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا الله يا الله يا الله. آه يا دي شيماء، أنت مش مصدقة؟ طب أنا أديلك عليها. يا شيماء شيماء يا شيمة، انتوا ما بتصدقوش ليه؟ ما قلتلكوا لسه ما رجعش، لما يرجع هتبقوا تعرفوا كلكم. سايقه عليك النبي تبعتي له يجي، ده احنا بنيجي من اخر الدنيا. طيب يا اختي هبعت له، ولما يرجع هتبقوا تعرفوا كلكم. النبي ما تبخلي علينا يا ست، ربنا يشفي لك بنتك يا رب. احنا ما صدقنا ان فينا حد مبرور. حاضر يرجع هو بس. ده ان رجع مشيتيهم؟ مشيتهم ولسه همشي غيرهم، ده انا عايشه في الهم ده بقالي 5 شهور بحالها. افتكري يا بنت كده يمكن زعلتيه في حاجه. هو انا لحقت اكمنه يعني كبير وانتي صغيره عليه؟ يا اختي تنيلي، ده خلف ده يحق له يتجوز 10 مش 4. يبقى انتي بقى. انا ايه؟ انا كنت عارفه ان خلف مش راجع. يرجع ليه؟ هو حس انه عمل اللي عليه ورضاني، اتجوزني ووقف البت على رجليها. ايه اللي يقعده بقى؟ هيرجع هيرجع ان شاء الله، هيرجع عشانك وعشان شيماء. انت يا بنت مش قلتي انه تعلق بيها؟ ده ولما اكون من صلبه يا ربي يرجع يا وز، ساعتها احس ان ربنا شايل لي فرح. لسه هيرجع هيرجع ان شاء الله، هيرجع عشانك وعشان شيماء وعشان كل الناس اللي عرفته وتعلقت بيه. راجع ان شاء الله. هي كل الناس عايشه في غول. الله يخرب بيتك يا زينهم، انت رجعت تعك تاني؟ خد خد يا عم، يا عم خد ايه بقى؟ بس تعالى خد. عايز ايه؟ هقول لك، اصل الشحن خلص. هنعمل ايه بس يا متولي؟ خد يا صاحبي. شفت ادي زينهم الناس اللي راحه جايه عليه؟ ده احنا كان هيتفتح علينا باب خير ملوش اخر، ده احنا كنا هنغب غاب يا صاحبي. احنا الفقر متسجل باسمنا في الشهر العقاري. ايه ده؟ الشيخ خلف. الشيخ خلف مين؟ الشيخ خلف يا جدع، الشيخ خلف يا جدع. الشيخ خلف. صباح اصحى صباح، الشيخ خلف جه. صباح اصحى، الشيخ خلف جه. الشيخ خلف جه، الشيخ خلف جه. يا بنت اصحي يا صباح، الشيخ خلف جه. بقول لي يا صباح اصحي، الشيخ خلف جه، الشيخ خلف جه. بقول لي الحمد لله على السلامة يا سيدنا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا سيدنا. الحمد لله على السلامة. 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 عايزك جوه يا شيخ خلف في كلمتين. ايه اللي عملته ده؟ انت فاكرني ايه؟ قصدك ايه؟ أقوم من النوم ملقاكش جنبي وسايب لي فلوس على الكنبة، أنت شايفني إيه بالظبط؟ شايفك مرتي وأنا راجلك، والفلوس دي لأنك مسؤولة مني. اللي عملته ما يقولش كده. أنت ما تعرفش أنا حصل لي إيه؟ وزدة تتريق عليا، وأهل الحتة كلهم يجيبوا في سيرتي، عروسة عريسها يسيبها يوم الصباحية ويهيج. أنا عملت فيك إيه عشان تعمل فيا كده؟ ده أنا حبيتك. كان غصب عني. هو ايه ده اللي غصب عنك؟ كان لازم الحقه. تلحق مين؟ ولدي. انت عندك ابن؟
راح للي خلقه. يقطعني يا اخويا، يقطعني يقطعني، حقك عليا. طب ما قلتليش ليه كنت شلت معاك الهم؟ ما تعودتش اوجع اللي احبهم. ما قلتليش قبل كده انك انت عندك ولد ولا انك متجوز؟ هي لسه على ذمتك؟ انا طلقتها قبل ما اعرف انها حبل فيه. يعني اتاخرت كل ده ليه؟ يعني انا اعرف ان العزا بيبقى يوم ثلاث ايام. كنت عواسي نفسي، رحت المكان اللي ارتاح فيه. قدري اني معايا عشلي شويل وعذابي ان اشوف اللي احبهم يموتوا مرتين، مره في خيالي ومره قدامي، ومش قادر اعمل لهم حاجه. وانا قدري اني بحبك بجد يا خلف. عليك النبي ما تعيط. سيبيني الحالة دلوقتي، سيبيني الحالة. هتعملها تاني وتسيبني؟ العلم عند الله. هتعمل ايه؟ العلم عند الله. هفرش هنا وانام لك على عتبة الباب عشان ما تسيبنيش وتمشي. ما تاكلي لوحدك وانت صغيرة. امك غيرانة منك. ما تزعليش، هوكلك انت كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ماله؟ أنا كمان صغيرة. الناس يوماتي جاية بتسأل عليك، محدش مصدق إنك مسافر، فاكرني حيشاك عنهم. ما تقوليش لحد. ليه؟ ده ناس غلابة قوي وعشمانين فيك. تحرمهم ليه من الفضل اللي ربنا مديهولك؟ طب تصدق بالله فيهم ناس غلابة قوي مستاهلين الكلمة الحلوة، ما تبخلش عليهم بيها. ايوه يا بابا، وفي ناس زيي بتقعد تيجي وتبص عليا عايزين يمشوا زيي. ليه باب ليه اول وملهوش اخر؟ ربنا وحده اللي يعلم اخرته ايه. اخرته خير ان شاء الله. هو انت بتعمل حاجه تغضب ربنا؟ حاشا لله. هو النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام، النبي مش قال ان ربنا خلق ناس يحلوا مشاكل الناس ويساعدوهم؟ ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حبب الخير إليهم وحببهم إلى الخير، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. ربنا يوعدنا. يلا كملوا. Thank you.
عليكم. هو شيخ خلف هنا؟ يا امال احنا ملمومين على ايه؟ ده بيدخل واحده وعشره. لا ويا ريت يدخلنا. على الاقل هو احسن من غيره، لا بياخد ابيض ولا اسود، ولو تحطيه في الصندوق بيرضى بيه. بس سيبوا باتك. لا اله الا الله. انا بس كنت عايزه ابلغه ان ربنا استجاب له دعائي. طب وانا هدخل له ازاي؟ طب سلام عليكم. ست كل كنت عايزه الشيخ خلف صح؟ اه بس الناس بيقولوا مش هعرف اقابله. عيب، ثانيه واحده وادخلك. لا 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 خلاص، هو زمانه عارف. بس ممكن تديله النبت ده؟ انا وقت هجيبه له. نبت وعربيه وست الكل. ولو ممكن تديله دول كمان؟ ست الكل ست الكل. السلام عليكم. اتفضلي يا امي. وانتي يا بنتي خدي زي ما انت عايزه. واحده كفايه. اديكي حشتي نصيبك بيدك. كان حيجيلك عدسين بدل واحد. انت صدقت يا حجة؟ يعني لو جالك عريسين هتتجوزيهم التنين؟ لا، عشان تختاري. كفاية عريس بس يجي يا سيدنا. عتصوم يا منى؟ اه رمضان بصوم رمضان. هتعوضي؟ ما بتعوضش يا سيدنا. عليكي ديون كتيرة لازم تسدديها. تصوم اثنين وخميس وتجري سورة الأنعام وياسين قبل ما تدخلي سريرك، وتفتح عينيكي على سورة الإخلاص، والفرج من عنده إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. أيوة يا منام، انت قلتي لي فين بيت الشيخ خلف؟ اه اخش يمين من صلاح سالم. طيب يمين في يمين. طيب اوكي، انا هبقى اكلمك بعدين. مع السلامه. لا اله الا الله. مع السلامه. استاذ محمد من فضلك هنخش يمين في صلاح سالم. خلصنا يا متولي. علوا صوتكم، علوا صوتكم كمان عشان سيدنا يحلف ما يشوف حد فيكم. كل واحد في دوره. ما تشخطش فيهم كده، محدش يحط في الصندوق ده اكتر من 5 جنيه. اللي معاه جنيه زي اللي معاه 5، كل واحد ومقدرته، واللي مش هيدفع برضه هيدخل. والله يوماتي بقول لهم كده. قلت لكم كده ولا لا؟ ما تنتهوا. الله. وبعدين يا متولي شوف مين عليه الدور ودخله. يلا بتوع بني سويف، يلا يلا اتكلم مع الناس عادي. تمام. ذنبها ايه؟ هي مين يا سيدنا؟ اللي رميتوها هي وولادها في عز البرد. انتوا ايه؟ قلوبكم قاسية كده ليه؟ كارهين نفسكم ليه؟ مش قادرين تحبوا غيركم ليه؟ صلاة ايه اللي هتصلوها؟ وتقول ايه اللي هتربوها؟ ربنا. يلا بتوع بني سويف، يلا يلا اتكلم مع الناس عادي. تمام. ذنبها ايه؟ هي مين يا سيدنا؟ اللي رميتوها هي وولادها في عز البرد. انتوا ايه؟ قلوبكم قاسية كده ليه؟ كارهين نفسكم ليه؟ مش قادرين تحبوا غيركم ليه؟ صلاة ايه اللي هتصلوها؟ وتقول ايه اللي هتربوها؟ ربنا فين من اعمالكم؟ يا ترى الجبلة زي ما هي ولا غيرتوها؟ والواد الغلبان ده
ذنبه ايه يشيل ذنوبكم ويتعذب بيها؟ قصدك ام مينا دي؟ ايه ام عندها يتامى مشيتوها من البيت عشان تجوزوه. عرفتوا تجوزوه؟ شايفين الدمامل دي؟ دي من دعاها عليكم، ومش هي بس اللي هتدعي، انا كمان هدعي عليكم. لا 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 يا سيدنا، ترجع بيتها حالا ونعوضها عن كل اللي جرالها، بس والله ما احنا السبب. الشيخ جمال قال لنا، قال اللي قاله حديته ماسخ ملوش عازه. توعتوك ايه؟ عقولكوا كانت فين؟ سامحنا يا مولانا. باعي روحوا لها وحبوا على قدها يمكن تسامح. غور بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا. المعلم حمودة جوه جنب باب سيدنا، لو قعد أكتر من كده سوادنا هتيجي. تعالى سيد المعلمين جوه جنب باب سيدنا لحد ما اللي جوه يخرج وتخش أنت. اتفضل اتفضل. معلم حمودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برضه. أنت بتشتغل مع الشيخ خلف؟ الحمد لله. قل له الحاجة زهرة الشريف عايزاك في كلمتين. للأسف سيدنا ما بيخرجش يقابل حد، عايزة تقابليه تقف تستني دورك. قل له الحاجة زهرة عايزاك. قول له انت بس الحاجة زهرة عايزاك في كلمتين. انا هقول له، بس انا عارف، بس هقول له. تحليل ما تحليلش عملت ايه، والادوية كلها تهي ما جابش معي حاجة، وما تقوليش روح للعطارين خد حاجة، ما فيش وصفة ما جربتهاش. جرب تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ولد عمي. اللي قاعد قدامك ده بطل الخمس فروض بتوع ربنا جماعة في الجامع بتاعك غير النوافل. حجيت بيت ربنا 3 مرات وليا في كل سنة عمره. قلت لك اللي عندي. يعني ايه؟ مطلوع من سبحية ربنا عشان تقول لي قل لا اله الا الله محمد رسول الله يا اخوي. علي الطلاق، انت شيخ عوضه وحطحك في كل حته. دور على ولدك يا حموده. ها؟ ولدي مين فيهم؟ انت خابر. وخابر راح فين؟ وحخف. حمولك تقيله، خفها تخف. قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحدة هانم كده اسمها الحاجة زهرة الشريف عايزة تقابل سعادتك. ها خليها تعاود ترجع. اه ترجع. أنا قلت كده برضه.
قلتلك ما بيقابلش حد. بس انا يعني لو انت عايزه يعني وانا ممكن يعني اديله الكارت ده وقول له يتصل بيا ضروري. اتصل. مش هقدر اقعد اكتر من نص ساعة، لازم ارجع لكريم. ما تخافيش مش هنتأخر، بس لازم تبقي موجودة. تعالي اتفضلي. خدت ايه من الست يا فقري؟ خدت ده، عايز سيدنا يبقى اتصل بيها. طب اديله كارت. لا يا حبيبي اديهوله انت، برايا الحوار ده. اسحب. احنا لغايه دلوقتي محافظين. انت لسه هتقول لي محافظين؟ محافظين على ايه؟ الحسابات كلها مكشوفه والبنوك مش هترضى تغطي العجز ده، يبقى فاضل ايه تاني؟ ما هو مش معقول كمان تكون دي كل حسابات اخويا المرحوم. اكيد انا متاكده ان في ليه حسابات في بنوك تانية. حضرتك هو ده اللي احنا نعرفه. لو المرحوم قادر ليه حسابات تانية ممكن حضرتك تسالي فيها فريده هادي. مساء الخير. مساء الخير. ايه رجعت الميزانيه؟ ميزانيه ايه يا حاتم بيه؟ هي فين الميزانيه دي؟ يعني ايه العجز وصل 500 مليون؟ حصل امتى العجز ده؟ حضرتك ده اجمالي العجز بما فيه العجز المرحل للسنوات اللي فاتت. وفجاه كده بقوا 500 مليون؟ ليه؟ احنا كنا فين؟ قادر بيه كان بيسدد العجز ده من حسابه الخاص. اخويا الله يرحمه كان بيسدد حصته من العجز وحصتكم انتوا كمان. خلاص فريدة هاني بتدفع. هدفع منين؟ من حسابات المرحوم أخويا اللي في البنوك. ما أنا كمان مش ممكن أصدق إن هي دي كل فلوس أخويا. أخويا الله يرحمه كان له مليارات في بنوك بره، وفريدة هاني لو سمحت أنا لا أعرف حاجة عن حسابات ولا بنوك، وكفاية قوي اللي أنا فيه. إحنا هنقعد ندور على فلوسنا اللي بره يبقى بنضيع وقت على الفاضي، والوضع المالي في المجموعة مش مستحمل. ما هو انت لو في دماغك ان احنا اللي هنسد العجز ده تبقى بتحلم. الكل هيسدد وحسب حصته. انا مش هشيل كل حاجه على نفوخي. انا مش هدفع ولا مليم. وتدفعي ليه؟ ما فريده تبيع حصتها وكفايه الورث اللي ظاهر واللي لسه مستخبي. انا ما عنديش حاجه غير مجوهراتي، لو عايزين هاخدوها. يا فريده استني بس. فريدة وحضراتكم مستنيين ايه؟ مش خرجتوها؟ اتفضلوا مع السلامة. فايز بيه؟ انت لسه هتقولي فايز بيه؟ انتوا متفقين مع حاتم علينا. اسمع انا مش هسيب حقي ولا حق اختي في الشركة دي، هجيبه يعني هجيبه، ومش بعيد ادخلكم كلكم السجن. ايه الكلام ده يا استاذ صبري؟ الاوراق كلها معاهم وشغلنا مظبوط، خليه يبلغ النيابة. مش بعد السنين انا اشتغلتها مع المرحوم ده يبقى دي اخرتها. في واحدة ست هانم قوي سابت الكارت ده وعايزة سيدنا يكلمها. ست مين دي يا اخوي؟ وما ينفعش برضه الناس دي تتحشر مع دول. لا خليها تروح تتحشر مع بتوع السيما احسن. لا 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 لا، طب كنت خدت رأي سيدنا الاول. طب ادخل اللي عليه دور. اوعى. خلاص اتكلوا على الله انتوا دلوقتي، سيدنا تعبان ومش هيقابل حد. سمعتوا؟ خلاص سيدنا مش هيقابل حد، اتكلوا على الله. احنا جايين من اخر الدنيا وسعيد ادفع 100 جنيه بس ادخله. يا ناس ارحموا سيدنا شويه، انتوا مش شايفين اللي كان خارج من عند سيدنا جوه بقاله ساعتين قاعد يقرا له؟ خلاص ما عادش عنده جهل. يلا توكلوا على الله وبكره ان شاء الله اللي عليه الدور هيدخل الاول. يلا رجاله اتكلوا على الله. يلا 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 زينوا ماشي الناس. الو؟ ايوه يا حاتم. انت فين؟ جبت
انتي معاكي؟ زهرة مفيش وقت للكلام ده خالص، اتصرفي زهرة اتصرفي، يلا خلاص سلام سلام سلام، يلا يلا. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، فستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. صدق الله العظيم. مش كنتش قلتي لي يا بيت كنت جبت لك معايا لقمه كده ترمي لك عظمك وانا جايه كده؟ رضا قولي لي بقى يا اختي انه مهنيكي للدرجات دي؟ اه يا بنتي يا وزه، مهنيني الهنا اللي ما شفتوش في حياتي، لولا ان الواحده شقيانه وطالعينها طول النهار. انما جيتي للحق، الهنا اللي ما شفتوش ولا دقته في حياتي كلها. شوفي يا اختي الماره، ما هو باين على وشك يا بنت، هو انت كانت عمرك دمويه جريت في خدودك بالطريقه دي؟ الا قولي لي، هو احنا مش طول عمرنا اصحاب وطول عمرنا بنتقاسم في كل حاجه؟ يوه، هو مش الشيخ خلف يحق له يتجوز اربعه؟ جرى ايه يا مسهواكه؟ شايفاني يا اختي قدامك ام 44 وجوزك هتخرطيه للوز استوازه يا اختي وكيسي ده المخدرات جابته الارض، سيبه لي يوم في الاسبوع، انا اتجوزه يوم وانت خديه بقيه الاسبوع. انا شايفه يا اختي ان انت تاخدي بعضك وتقومي تنامي بدل ما اطلع العفاريت على جتاتك. يلا فاتك بعافيه. يا بختك. متولي زينهم عندك يا متولي؟ خدت متولي في سكتك؟ جاتكم داهيه انتوا الجوز، الهي ما توعوا ترجعوا. ايه دول يا عم؟ دول ما يجوش 300 جنيه. هيدفعوا ليه؟ طالما كده كده بيدخلوا يبقى ملوش لازمه الدفع. ايديهم في اللبن. طب هو مستغني وهو حر؟ ده راجل مش عايز من الفلوس حاجه. خلاص خليه هو في ملكوته وخلينا احنا نشوف حل. اه يا دنيا، اه يا دنيا، اه يا دنيا، اه اه يا دنيا. الله الحلاوه دي. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم
فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. تلمي خلاجاتك وتاخدي بنتك وتقبل ودلوك. نقبل نروح فين وليه؟ اسمع اللي هقول لك عليه. تاخدي شيماء وتركبوا المنفلوط ومنها البلد للمندرة، وهناك تسألوا على الشيخ جاد ده عمي، هتقعدوا عنده لحد ما اجي اخدكم. مالك يا اخويا في ايه؟ اعمل اللي هقول لك عليه. حاضر يا سيد الناس، حاضر. كلك لقمة كده بس، بر نفسك كده، انت ما دقتش الاكل من الصبح. صباح روح بقى. نعمل تذكرة الدخول بمية جنيه، اللي عايز يدخل هيدفع. شهور جنبي عتقروا في كتاب ربنا، قريتوك ايه؟ فهمتوا منه ايه؟ استفدتوا منه ايه؟ مفيش آية مست قلوبكم؟ مفيش آية نفضت روحكم وطهرتها؟ كل اللي اتغير فيكم شكلكم جلابية بيضة. جلابية بيضة. انتوا ايه؟ ببساطة كده تقطعوا جثث الغلابة وتستحلوا لحمهم؟ وحياة الميتين لك، لا سامحنا يا سيدنا، سامحنا يا سيدنا، سامحنا يا سيدنا، آخر مرة، آخر مرة.
يعني تعبة روحي وسالقة الكوارع وفي الآخر ما يمدش إيده عليها. رحت فين يا راجل؟ وزع وزع تحوش متولي منوم. عارفه الراجل ده حكايته ايه؟ روح عند عمي جاد وانزلي على منفلوط وانا حصلكوا. بانه بيعمل الحكايه دي كلها عشان يفلق مني. عارفه بس ايه ده؟ وانا ماليش بخت. وانا ماليش بخت في اي حاجه. متولي متولي متولي
ساكن دروب هديك توسع دروب الله كأنها بحر طامي وانت مش عاوي فهو تعمل ايه في الدنيا يا خلف الله اياب وشين وانت حصيف وغشيم جلد دجال ساكن في المقابر بيستدرج الستات وينيمهم قال ايه بيطلع لهم العفاريت ايوه يا فندم ضحيه من ضحايا هي اللي مقدمه فيه البلايا تمام يا فندم لقينا الاثنين مقتولين تمام سعادتك هجيبه لسعادتك حاضر يا فندم حاضر بالراحه سلام يا فندم مع السلامه